يروى أن حمنة بنت جحش أخت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل لها قتل أخوك، فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، فقالوا قتل زوجك، فقالت وحزناه بدت الصيحة. ليش؟ لأن كرب فقد الزوج أعظم من فقد الأخ، لأنه هو المسؤول أول وخير عنها، هو مقدم على والديها، هو زوجها، هو بعلها، هو أنسها، لأن الزوجة يعني ولاية الأب تنتهي يوم تتزوج، تنتقل لهذا الزوج العظيم، لزوج الله سبحانه وتعالى جعل قوامك أنت بيد هذا الرجل. فلذلك وحدة من الصالحات زوجها قال أملكي بيدك، فقالت والله أحسنت 20 سنة وما ضيعته، أنا راح أضيعه في ساعة، فردت مرة ثانية العصمة بيد هذا الرجل وأمسكها، وصاحبها في الدنيا معروفة.